على الأكيد في تلوث ببحر لبنان يعني هذا مش سر وما في خلاف على الموضوع واللي ما نحن نعرف إنه يعني صرنا زمان كتير بنكب المجرير بالبحر بلا ما نعالجهم يعني الصرف الصحي وحاليا مع المطامر البحرية كمان عم نطم الزبالة بالبحر بشكل مباشر يعني بشكل رسمي في الهيئة اسمها CNRS هو المجلس اللبناني للبحوث العلمية هو المجلس يلي هو مسؤول لهيك بحوث ولهيك دراسات هو برهم بدراسة انه اكيد الحالة تبع البحر بلبنان كتير سيء بس ما مش يعني انه كل النقاط على الساحل العالم ما فيهم ينزلوا يسبحوا فيها يعني هي شغلة معقدة اكتر من هيك نحن بنعرف انه في تيار بالمي والتلوث اكيد التلوث العضوي مع الوقت يعني في تراجع البحر ويحسن حاله فهي الشغلة منها بسيطة يعني ما فينا ننزل بالمي بشكل كامل لا المي عم ملوثة وعم تتلوث اكتر واكتر اذا ما حطينا حد للتلوث اكيد الحالة رح تصير كارثية اكتر وأكثر. أكيد كدولة كحكومة لازم يكون في محطات لتعالجوا المجرير لازم يطلعوا بخطة مستدامة للنفايات لإدارة النفايات ما فينا نكمل هيك نطمر الزبالة دغري بالبحر يعني حتى ما في فرز نحن برهن إنه في كاميونات عم بيروحوا على المطامر البحرية ولا حتى عم بيفرزون يعني بتمروا وبتمروا كل الزبالة سوا فهول اكيد على مستوى الفردي فينا نحن كمواطنين نعمل شيء بس اهم شيء هي المسؤوليه على الدوله صار فترة طويلة نحن بننزل على هالمنطقة هذه هون يعني صار شي 30 سنة والحمد لله ما في شيء ابدا بس في هيك صوب بعين المريسي قدام فلتين المجرور بتمنى من الدولة انه تلاقي له حل عشان ما في غير المنفس الوحيد للعالم تيجي تسبح وتشمل الهواء فيه هلا هن عم بيتحججوا انه المحارق اللي جايبينها بتطابق مواصفاتها المواصفات العالميه وخصوصا اللي موجوده باوروبا مزبوط بس هن ما عم بيقولوا انه باوروبا في الدوله الاوروبيه عندها مشروع صارم ضد تلوث الهواء وفي الاتحاد الاوروبي اللي بياكد انه الدوله ما تتخطى اي معايير عالميه او اوروبيه بالنسبه لتلوث الهواء نحن عم بقول لك انه السيارات عندنا منا مضبوطه وما في قانون بيضبط كيف الانبعاثات بتطلع من السياره انا وانت رح نصدق انه رح يكون في قانون صارم للانبعاثات اللي بتطلع من المحارق أنا بقول عملوا معروف ما تجيبوا لنا محرقة الموت على بلدنا لأنه ما رح تعرفوا تضبطوها ولا رح تكون عندكم القوانين الصارمة اللي رح تضبط هيك نار